إذن إلى نتائج في القطاع الاتصالات السعودي هذه المرة، ونتحدث عن STC والتي استطاعت خلال عام 2023 أن تحقق أرباح، لكنها جاءت دون التوقعات، ولكن إيراداتها كانت إيرادات تاريخية. دعونا نقف على تفاصيل هذه النتائج المالية بالنسبة لشركة STC خلال عام 2023، ونبدأ بداية من الإيرادات التي قفزت ب 7% خلال العام الماضي، ووصلت لقرابة 72 مليار و 300 مليون ريال، وهي تعتبر هذه مقارنة على أساس سنوي من عام 2022. إن كنا نتحدث اليوم عن الربح التشغيلي الذي استطاعت أن تحققه الشركة، لاحظنا هناك تراجعات ب 6%، والسبب الرئيسي يعود نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار مليار و 300 مليون ريال. الربح الصافي اليوم استطاعت الشركة أن تحقق 9% من الارتفاعات في أرباحها الصافية، وبالتالي سجلت قرابة 13 مليار و 300 مليون ريال خلال هذه الفترة مقارنة بعام 2022. ولكن إن كنا نتحدث عن الربع الرابع بالنسبة لأداء الشركة، كانت هناك تراجعات في أرباحها الفصلية بأكثر من 17%، ولكن تبقى هذه النتائج دون التوقعات إن كانت للأرباح وأيضا بالنسبة للإيرادات التي كانت ترصدها. لو وزعنا اليوم إيرادات وهذه التوزيعات المتعلقة بتوزيع إيرادات الشركة، سنجد بأن توزع حسب القطاعات بأن 56% تستأثر بها STC السعودية. وبالنسبة لأعمال الشركة التي لديها عدة فروع، بنلاحظ بأنه في STC السعودية استحوذت على قرابة 1% من نمو الإيرادات بأكثر من 49 مليار ريال. STC الكويت بقرابة 4% حصتها من هذه الإيرادات، بالنسبة للبحرين ب 7%. الأبرز الذي دعم نتائج أعمال الشركة خلال هذه الفترة هو الإيرادات بوحدة العملاء، بالإضافة لوحدة النواقل والمشغلين، وإيرادات الشركة أيضا من الشركات التابعة. بنلاحظ اليوم التوزيعات النقدية التي يركز عليها المستثمرون، وخاصة بالنسبة للتوزيعات المجزية التي قدمتها STC خلال هذه الفترة، ولاحظنا التفاعل الواضح لأداء السهم مع افتتاحية جلسة التداولات هذا اليوم. التوزيعات عن الربع الرابع من عام 2023 بقرابة 4% من رأس المال، ما يمثل قرابة الملياري ريال، وبالتالي هي تعتبر تاريخ الاستحقاق لهذه التوزيعات في 25 من فبراير. هناك توزيعات إضافية أيضا ستقوم بها الشركة، وبالتالي قيمة هذه التوزيعات الإضافية بالمجمل 5 مليارات ريال، ما يمثل 10% من رأس المال، وسيتم تحديد الأمر المتعلق بتاريخ الاستحقاق في وقت لاحق. أما إجمالية التوزيعات بشكل عام لشركة STC، مجمل هذه التوزيعات النقدية تصل لقرابة 13 مليار ريال. إذن توزيعات مجزية، إيرادات تاريخية، وأداء مالي قوي في ظل بيئة تشغيلية إيجابية استطاعت الشركة أن تحققها. كانت هناك أيضا إيرادات ساهمت في دعم هذه الفترة، ودخول أيضا ارتفاع إيرادات التمويل ب 910 ملايين ريال، بالإضافة لمكاسب أخرى استطاعت الشركة أن تحققها من خلال بيع أرض الخبر بقرابة المليار و 300 مليون ريال. كل ذلك وهذه التفاصيل مع النتائج التي كانت لـ STC خلال عام 2023.